كافية. أكيد لازم تدي الثقة للعيبتك، وفي لعيبة مميزة جدا وفي أكيد لعيبة بتديها فرصة. شفناك الفترة اللي فاتت اديت اللعيبة أكتر من فرصة، وشفنا لعيبة بتشارك معاك لأول مرة، لكن قد يكون كلامك مقلق شوية لجماهير النادي الأهلي اللي هي حاسة إن في تدعيمات قوية للفريق في شهر يناير. هل كلامك ده لا يتعارض إننا بندي ثقة للعيبة وفي نفس الوقت هيبقى في تدعيم برضه في شهر يناير؟ لا لا، انا مش بتكلم، انا بتكلم على الفتره دي لغايه يناير، انا بتكلم على الفتره اللي موجود فيها دلوقتي، على التشكيله بلعب بيه دلوقتي. المباريات اللي جايه لازم نحقق افضل نتائج في بطوله افريقيا، نوصل لابعد مكان، افضل ادوار، وفي بطوله عربيه نفرض نفسنا. انا بتكلم اجابتي على الفتره دي، الفتره على المدى القصير اللي انا فيه. لغايه ديسمبر، لغايه نهايه بطوله افريقيا، ولازم نحقق نتيجه كويسه، وعايزين نكون لنا وجود. بس زي ما قلت برضو، اي حد يتمنى يقوي الفريق، واتمنى طبعا اقوي الفريق بتاعي، بس في الوقت الحالي انا عندي ثقه كبيره في التشكيل بتاعي، وعارف ان ممكن احقق افضل نتائج، لان في الوقت الحالي لغايه يناير ما اقدرش اجيب لعيبه جديده. فبتكلم في الفتره اللي موجود فيها دلوقتي، اللي هلاعب فيها ماتشات مهمه في بطوله افريقيا وفي الدوري. اكيد بدايتك مع الفريق